هنروح مشاهدينا لخبر آخر. النهاردة استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأمير جيمي دي بوربون مبعوث مملكة هولندا للمناخ والوفد المرافق له، وبحث معه أيضا مشاهدينا الكرام تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والغذاء والمشتغلين به. رحب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمبعوث المملكة الهولندية، أكد أن العلاقات بين مصر وهولندا تاريخية وأزلية، وأن هناك توافق مشترك بين القيادة السياسية في البلدين، وتعاون أيضا كبير في مجال الزراعة خاصة مع القطاع الخاص. قال القصير إن المباحثات تناولت استضافة مصر لقمة المناخ وتأثير التغيرات المناخية على الزراعة والغذاء والدعم المطلوب من شركاء التنمية والدول المتقدمة لتمكين الدول الإفريقية من مواجهة تأثير التغيرات المناخية. الحقيقة طبعا احنا زي ما بنقول دائما ان وزارة الزراعة يعني حاضرة وبقوة، خاصة في هذا التوقيت، هذا التوقيت الذي يتعرض فيه العالم اجمع لأزمات اقتصادية وأزمات الحقيقة يعني سياسية على كافة المستويات، ولكن نحن كمصريين لم نشعر بهذه الأزمات بسبب هذه الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الزراعة تحت رئاسة او الوزير السيد القصير. الحقيقة الوزير بيقوم دائما بجولات مكوكية الحقيقة، وبيقوم بجهود مضنية كل يوم بنشوف الوزير في الكثير من المؤتمرات والمنتديات يتحدث عن الدولة المصرية، يتحدث عن إسهامات وزارة الزراعة في سد احتياجات المواطنين وفي امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة. أيضا هناك تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وبين كافة الوزارات من أجل أيضا التضامن في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم كله وليس مصر على وجه التحديد. وطبعا النهارده كان في مجهود كبير جدا ايضا من وزارة الزراعة فيما يتعلق تحديدا بالتغيرات المناخية، خاصة ونحن نستعد الان لاستقبال منتدى المناخ او مؤتمر المناخ كوب 27 في شهر 11 ان شاء الله 2022. هذا المنتدى الذي ستكون فيه مصر حاضرة وبقوة، وستكون مصر متحدثة باسم القارة السمراء. خلونا مشاهدينا نروح نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. التغيرات المناخية تحدي كبير للبشرية، التأثيرات السلبية على جميع مناحي الحياة، الصناعة والزراعة، الإنسان والحيوان. التغيرات المناخية وتأثيرها على الأراضي الزراعية وجودة المياه. من أجل التغلب على التغيرات المناخية تتخذ الحكومات كل الجهود والتدابير من أجل رفع كفاءة الإنتاجية والحفاظ على البيئة. استقبل اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفدا رفيع المستوى من دولة هولندا من أجل التباحث في القضايا المرتبطة بالبيئة والحفاظ عليها، وأيضا الحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي. التغيرات المناخية تأثيرها كتير على قطاعات كتيرة في الدول وبصفة خاصة في الدول النامية والدول وبصفة خاصة أفريقيا، وبالتالي يجب أن احنا نبحث عن آليات لدعم قدرات هذه الدول على استخدام التكنولوجيا والابتكارات في كيفية التكيف والتخفيف من أثار هذه التغيرات المناخية. لو عدنا للأثار السلبية على قطاع الزراعة نجد أن قطاع الزراعة سوف يتأثر بدرجة كبيرة من هذه التغيرات. على سبيل المثال تدهور إنتاجية الأرض الزراعية، زيادة رقعة التصحر، ندرة الموارد المائية، زيادة الأمراض العابرة للحدود. بالتالي عايزين نبحث مع بعض في وجود سيادة الأمير كيف تدعم الدول المتقدمة، وكيف نخرج من مسألة الوعود إلى مسألة تنفيذ والتزامات حقيقية وبرامج للمتابعة والتقييم لتمكين هذه الدول ومنها مصر والدول الإفريقية والدول النامية إنها تقدر تنفذ هذه التعهدات لحماية البشرية. لو إذا نظرنا لخرائط العالم هنلاقي إن الدلتا هي من أكثر المناطق اللي هي تأثر بالتغيرات المناخية، وهولندا ومصر عندهم الدلتا اللي هي فعلا ممكن تأثر سلبيا بالتغيرات المناخية. Both have countries a lot of experience in water management. الدولتين الحقيقة عندهم خبرات في إدارة المياه، ولكن هي المسألة مش بس إدارة المياه، ولكن هي دمج إدارة المياه في القطاع الزراعي.